فرخة 3 كيلو هنقسمها بانيه وشيش وأجنحة بأمر الله كده. بنعين الوركين زي المخصوص من غير السلسلة. بعد كده هنشيل الصدر خالص، صدر كبير حوالي 700 جرام. الفرخة نفسها كبيرة طريقة شيل الصدر برضو هيك لو حد حابب يتعلم، وطريقة الشيش اللي هتطلع دي برضو لو حب حد يتعلم ان هو يعمل بانيه وشيش ودبابيس وجناح. كده الصدر شلناه، يبقى كده شلنا كل حاجة لوحدها، اللي وراك والصدر البني هوك، وهنشيل الجناحين برضو اللي هما الشواية اللي فيهم جزء من السلسلة. ادي الجناحين، وادي لوازم المحشي الرقبة والقفص، بقية القفص. هنبدأ بقى نشيل الشيش عشان يبقى كل حاجة متجمعة. كده هنخلي الشيش، نشيل الدهون اللي على الأول. كده خلينا قطعتين الشيش، قطعتين الشيش دول كبار مش صغيرين، يعني ربع كيلو. الصدر حوالي 700 جرام. وادي القطعة التانية، كده الشيش ودبابيس وبانيه وجناحة شواية من فرخة 3 كيلو لو انت حابب تقسمها على التقسيمة ديك. وادي البانيه برضو هنقطعه، حابب تتعلم برضو تقطيع البانيه واحدة واحدة. هي الموزة اهي من على الوش، وهتبدأ ترققها من على الوش اهوك. تاني تلف الصدر عليك وتاخد من العالي زي ما انت واخد كده، تاخد من العالي الواطي، بعد كده تلف الصدر تاخد العالي وتنام الشريحة الأخيرة. خلاص كده بقيت انت ايه، يعتبر قطعت الصدر بطريقة كويسة. نفس النظام، نشيل الدهون هي اللي حواليه، العبل اللي حواليه، تحط صوابعك على الموزة من فوق كده وكف ايدك، وهتاخد الموزة زي ما هي بحالها. بعد كده ترققها براحتك، بس تحكم في السكينة وانت بتقطع عشان ترقق. نفس النظام الجنب التاني. وادي البني، وادي كده الفرخة هيك، قطعتين شيش. لون الفرخة ده لون اللي هو علف نباتي أصلي 100%. أغلبية العلف ده موجود في مصانع الوطنية والقوات المسلحة، زي ما انت شايف العرض قدامكم. يا رب يكون استفدتم الفيديو ويكون عجبكم بأمر الله.